مرحبا بكم أعزائي في هذه الدورة الجديدة. أخذنا دورة للسيمنز 300 أو 300، وهذه الدورة خاصة بالسيمنز S7-200. البرامج حتى تعرف بها برنامج تشتغل، البرامج المايكروين اللي يشتغل لك على S7-200 و S7-300 و 400 يشتغل عليهن الستيب 7 أوكي أو 5.5، وعندك ال 1200 و 1500 الحديثة، البيوت الحديثة لازم تنصب تي اي بورتال حتى يتعرف عليه. فأبسط برنامج هو المايكروين، وأبسط سي بي يو بالسيمنز هو الميتين، يعني اللي متوفره ممكن تشتغل عليه. فهذا راح ناخذ محاكي السيمنز، البي ال سي المستخدم به هو 200 وسي بي يو 214، ايضا هو من ضمن سلسلة الميتين. زين، حتى تعرف الوايرينج مالته راح ناخذ كمثال هذا المثال مالتنا على 224 سي بي يو 224. زين، هنا لو تجي اذا تريد تشوف السي بي يوات الموجوده، الانبوت والاوتبوت مالتنا والشانلات، هنا عندك البارت نمبر مالته. شوف كل سي بي يو يجي بيه بارت نمبر، او كل سلعه تشتريها من سيمنز بيها بارت نمبر. وعندك السي بي يو موديل، هنا الموديل مالته المتعارف عليه، يعني مثل هذا سميناه 214 مثلا 222، هذا بثماني انبوت وستة اوتبوت DC-DC، يعني انبوت والاوتبوت مالته DC. اوكي زين، عندك 8 × 6 هنا 14 × 10، كل واحد له اسم ورقم معين. زين، هذا اللي راح ناخذه 224 224 بنوعيتين، ب 14 انبوت و 10 اوتبوت ترانزستور، يعني البيلت ان مالته ترانزستور او طريقة عمل الترانزستور، و 14 × 10 نفس الفوق بس هذا يشتغل على الريلي. زين، خلينا نجي نعرف الوايرنج، وهو اهم شيء الوايرنج. زين، هنا شنو عندك؟ هنا الوصلة او البي بي اي اللي لازم توصلها باللابتوب مالتك، وعندك الانبوت في الاسفل والاوتبوت في الاعلى. زين، ايش قد عندي انبوت؟ انبوت عندي من 0 للـ 7، هذا الاي 0.0، وعندي اي 1.0 من 0 للـ 5، هذني الانبوت. الاوتبوت عندي Q0.0 Q0.1 Q0.2 والى 7، Q1.0 Q1.1 هذني ايضا اوتبوت عندي. زين، هنا عندك الوضع الرن والستوب، وهنا عندك وضع الدياجونال والرن والستوب، هذا انديكيتر، هذا مبين، وهذا سويتش هنا. زين، بعد شنو عندك؟ هنا الوايرنج مالتك السبلاي تجهز البي ال سي مالتك بثلاث وايرات، اولا هنا 24 فولت دي سي، وبعده هذا بالال موجب، وبالام لو يعني الطرف السالب من ال 24 سالب 24، وهنا عندك الايرث. هاي ثلاث وايرات للتجهيز مال البي ال سي مالتك. زين، شكو ام مثلا عندك هنا ام 1، عندك ام 2، 2 ام بالاوتبوت، هذني تجهزين سالب. اوكي، وعندك ال هنا 1 ال بلس و 2 ال بلس تجهزين موجب. اوكي، هذا بالنسبة للأوتبوت. حتى من يصير أوتبوت، هذا هنا مثلا يكون إنديكيتر، يكون ريلي، يكون أي فعل خارجي هنا راح يتأثر بالإشارة. ليش؟ لأنه إجا 24 من السي بي يو، وهو مربوط على السالب اللي هو الأم، فراح يصير عندك أون، هذا راح يصير عندك أون، وهذا إذا إجا إشارة بالكيو 0.1 هذا راح يصير عندك أون، وكيو 0.2 هذا راح يصير عندك أون. هذا بالنسبة للأوتبوت. الأوتبوت سهل، مجرد 24 بسالب. بينما الانبوت، شوف هنا عندك الانبوت، الانبوت هنا تقدر الام ممكن تسوي سينك وايرينج او تقدر تسوي سورس وايرينج. ان شاء الله بالدرس القادم راح نوضحن اكثر، ولكن هنا خلنا ناخذ بشكل طبيعي. هنا شوف كاتب لك تقدر تخليه موجب وتقدر تخليه سالب، تقدر تخليه سينك وتقدر تخليه سورس. المهم هنا ايضا توصل
الوايرنج مالتك او الانبوت الجايك للسي بي يو. زين هنا بعش عندك اخر شيء ال L بلس و M، هنا مخليهم بحدهم. هنا هذا تقدر تربط عليه السنسرات مالتك تجهزهن، او اذا تاخذ سبلاي من هذا السي بي يو تقدر منها تاخذ هذا كانما فت جامبر او فت شيء يعني موجود ب 24 وموجود ب سالب. هذا بالنسبه للوايرنج مالتي. زين هسه خلينا ناخذ الادريسنج لل S7200. الادريسنج لو جيت هنا باوعت اولا هنا يقول لك الميموري تايب، الميموري اسمها اي، لما ما اكتب اي هذا قلت له بانه هذا انبوت واضح، واقدر اكتب من 0.0 الى 15.7. هذا نوعه بت، احنا اللي راح ناخذهن اغلبهن او كلهن بت. عندك هنا بايت تقدر تستخدم يعني 8 من البت، عندك هنا وورد، عندك هنا دبل وورد اللي هو يكون 16. البيت من 0 ل 15 تكتب اي بي مثلا 0 اي بي 1، وهنا الوورد وهنا الدبل. هذا بالنسبه للانبوت. يجيك الاوتبوت نفس الشيء بس هنا راح تستخدم الكيو، هناك تستخدم الاي، هنا راح تستخدم الكيو واضح، ايضا ببايت وورد ودبل. تيجي على الانترنال ميموري، طبعا ميموري فتشي مهم بالجميع السي بي يوات موجوده. الميموري تستخدمها للتخزين، تخزن بها داتا معينه ومثلا تقدر تحولها لداله ثانيه. المهم هذا الميموري ايضا بها انواع، عند الميموري تقدر ترمز لها من 0.0 الى تكتب ام 0.0 الى ام 31.7. وعندنا سبيشال ميموري، مثلا سبيشال ميموري اكو بها تايمينج معين، اكو يعني تقدر تستخدمها بالكاونترات وغيرها ان شاء الله راح نستخدمها بتجاربنا. عندك سبيشال ميموري من 0 الى 549، وعندي سبيشال ميموري بت، سبيشال ميموري وورد، سبيشال ميموري دبل، وانترنال فاريبل ميموري. هاي ميموري يسموها انترنال variable memory. هنا اخذنا internal memory، هنا اخذنا internal variable memory. الفرق بيناتهم ال variable هاي static يعني ثابتة، من تخزن قيمة راح تبقى بالميموري مال CPU مالتك، بينما هذه ال M هذه مجرد ميموري تنقل داتا من مكان الى اخر، يعني هاي volatile متطايرة ما راح تبقى بها البيانات، بينما هذه راح تبقى بها البيانات. واكو نوعية اخرى L يمكن اسمها ما مذكورة هنا، ايضا ذيك هي فولاتايل. زين هسه نجي للتايمرات، عندنا التايمرات من 0 الى 255، وايضا عندنا الكاونتر من 0 الى 255. تي دبليو هنا اذا تريد تستخدمه ك بيت، ولكن احنا راح نستخدم التي وراح نستخدم السي واضح. التي هو تايمر، من تقول له تي فلان شي تي 1 تي 2 تي 3 هذا تعرف بانه هذا تايمر، ومن تكتب له سي هذا تعرف بانه هذا كاونتر. واذا عندك انالوج انبوت انالوج اوتبوت راح ترمز له بالاي اي اي دبليو هذا الانالوج انبوت، والاي كيو دبليو هذا الانالوج اوتبوت من 0 الى 62 ايضا من 0 الى 62. والنوع فقط بي وورد، ليش وورد؟ لانه انالوج، لو كان ديجيتال ممكن تلقى بي بت، ولكن بالانالوج ما راح تلقى البت لانه قيم متغيرة وليست قيمة اون اوف. اوكي لحد هنا عرفنا الادرسينج وعرفنا الوايرينج مال S7 200، وعرفنا البي ار راح نشتغل عليها هي سيموليشن، هي محاكاة. طبعا هذا من عمل مطورين، يعني هو ما بي سيموليتر المايكروين، وإن شاء الله نكمل في الدروس القادمة. شكرا لمتابعتكم.